بأمله وبين مستعجل بنعلي في المجنون ونوقف العقل وكل شيء مألوف والكل خلف الدور يا عمي مش محسوب يا حلو طعم المر وكل شيء مألوف والكل خلف الدور يا عمي مش محسوب يا حلو هتفضل حر ازاي بقى حنا كده يا صعب عكافي ازاي بقى كده يا صعب عكافي وكل رسمالك ما تجيب لي ملاك بنغني مهرجانات من بعد اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي مين سما سما اصحى سما شوف ربنا بعت لنا عطيه بعت لنا عطيه خدت من ايديك ده ابنك يا ابني انت هتجننني يا راجل انت ابني مين العيل ده انا ما اعرفش واد ولا بنت لسه استني كده ده ولد ولد يا سمر ولد ده لسه حبيبي بنفخر وبيسكت انت بمسك كده مسك هقفل الباب بسم الله بسم الله بس يا اخويا بس يا اخويا تعالى لامك اخويا بقول لك ايه ابني ازاي ده وابني منين بس انا ما عارف الباب خبط ورن الجرس قررت ماليش حاجة لقيت الواد مرمي وبيبصلي بيضحك والله العظيم كان بيضحك يعني جرس الباب رن فتحت لقيته معقولة ربنا بعته لنا عطيه من عند الله يبقى اكيد واحدة غلطت جت سابته هنا قدام الباب ملناش فيه عطيه قلت لنا ورزق جالنا خد باب البيت قالوا له لا معقولة كده بس اللي سابه ده اكيد عارف ان احنا هنموت على عيل ده انا بوس ايده قبل رجله انت بتقولي ايه طب ما حل حلو كويس الحمد لله حلو ايه يا راجل انت بعدين هنعمل ايه هنعمل ايه هقولك انا جبت فكره حلوه قوي ايه احنا نقول انت حامل ها وبعدين تحط البطانه مخده كده في بطنك صغيره لانك في الشهر الاول بسم الله عليك يا اخويا معقولة يا مخلص يكون ربنا بعت لنا العيل اللي هموت عليه بالسهولة دي بس عطية ده مش اسم قديم بس حلو هو عطية من عند الله والله العظيم عطية من عند الله ده حلو قوي انا حاسس ان هو جعان وتعبان كده انا هنزل اجيب له بقسماط وبسكوت وحاجات حلوة ومصاصة بسرعة بصمات ايه وبسكوت ايه يا راجل العيل بيرضع بص يا صيدلية هات له لبن بودرة وهات له بامبرز احنا كده بنتفرج والله عليك والله في شبه مني طب بص بس نفتح المخرج انت تقطع Oh, my God.
رب أشكرك ناولني. اعجز مراجعة الإدارة المعيد أحمد عيسى الدين. اعجز مراجعة الإدارة المعيد أحمد عيسى الدين. سلام عليكم. اعجز مراجعة الإدارة المعيد أحمد عيسى الدين. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج سعد؟ الله يتفضل. ولا حوكة؟ شغل الحاج؟ لا ملوش لزوم. ازاي يا حاج؟ أنت أول مرة تنورنا. منور يا حاج. الله يخليك. لا ما شاء الله المكتبة حالها اتغير واتزحمت وبقت مليانة شغل من يوم ما أنت مسكتها. الحمد لله. كله بدعاك يا حاج. الله يخليك يا أخويا. اتفضل يا سعادة. هات يا رب. أمورني يا حاج. أنا كنت جاي لك في موضوع كده ومش عارف أفتحك فيه إزاي يا عادل يا أخويا. أول مرة تقول لي عادل يا أخويا. بس أمورني يا حاج. أنت عارف إن حال الورشة بقى في النازل والحديد غلي وهي اللي فاتحة البيت ووراها جرمة زي ما أنت عارف. وبيني وبينك الزبون بقى يدفع عربون ما بيجيبش حتى حق الحديد ومش عارف أعمل إيه. لا رقبت يا حاج. هتحتاج كام؟ يعني قول 20 25 لو مبحبحة معاك خليها 50. ايه يا حاج انت عايز 50 ولا 20 ولا 25؟ الحديد هيكلف كام؟ ممكن روح يا ابني مش فاضيين دلوقتي. ايوه يا حاج قول لي بقى هيكلف كام الحديد؟ يعني هات 20 واصلها بيني وبينك محتاجه حسبه يعني. عيني يا حاج ان شاء الله بالليل الفلوس هتكون عندي. وده العشر برضه. مسيش يا استاذ عادل. طب يا حاج انا اروح مشوار كده داخل الشارع وارد ان شاء الله. اشرب انت شيشتك براحتك خالص. لا ما تقلقش انا في مكاني وانا غريب. يا مان راح فين؟ كنت مش شايف حاجتك طبيعي؟ وقلت بقى كده كان عدي عليك في المكتبه فقلت عدي عليك عشان الحاج ما تعصبش عليك. هو انا اتعصب برضك على اخويا الكبير يا اماني بس ربنا عرفوه بالعقل. هو يعني طلب منك كتير قوي؟ شوف الجحود بقى يا ست 20,000 جنيه وانا اكبر مبلغ طلبته منه وزلني عشان يدوني كان 200 جنيه. خلاص قول له معاكش. هو انت يعني كل حاجه لازم يطلبها منك تديها له؟ ما اقدرش يا اماني كلمه لا ما تطلعش مني. ده انا هربت من وشه عشان ما يبانش عليا ان انا مقير. شيل بقى عم الحنين. بقول لك ايه اوعى افهم منك ان انا مقير وانا عليا الحرام من دين الارد كل قرش صرفه عليا من ساعه ما رحم ابويا. الله يرحمك يابا. بس هو برضك المفروض يصبر عليك لما تشم نفسك شويه. خلاص بقى يا ماني مات الكلام. يلا روح شوف هتعمل ايه. بقول لك يا اخويا تشربني كوبايه قصب انا فين وفين لما بتلم عليك. تعال حبيبي حبيبي يا عادل يا حبيبي. هسألك سؤال يا بودي ورد عليا. الشاي. تسلم ايديك يا ست صباح. 4+4 يساوي كام يا بودي؟ طب حط 4 في دماغك و4 على صوابعك وعد بعد الأربعة. ها؟ ها؟ نهار اسود. 4+4 يساوي كام يا بودي؟ 8 يا يما. أمال ما بتردش على أستاذك ليه؟ اوعى اللي حط 4 في مخك و4 على ايديك فلخبط لي دماغي. لخبط لك دماغك؟ لخبط لك دماغك ازاي؟ تعال هنا. راح فين؟ نزل اجيب دراع البلاي ستيشن من واحد صاحبي وطلع بسرعه. قطوع البلاي ستيشن وسنين البلاي ستيشن. جرايه يا استاذ. ايه جو عبد الحليم ده؟ عمال تبص ونظرات هو في ايه؟ تسبيل ايه؟ انا مخي بس بيشرد ساعات. لا بلاش كده. ما انا ست جدعه وعجبك وبنت بلد. ما هو دي اللي عجبني فيكي. انا ست بفكر بدماغي وبحسبها مش بقلبي. ولا انت منك يعني فاكر انك شاب قوم خلاص بقى هقع فيك؟ لا انا عايشه عشان بودي ابني وبس. اصيله يا ام بودي. السلام عليكم. عليكم السلام. تعالي هنا. رايحه فين يا بت؟ رايحه عيد ميلاد واحده صاحبتي يا صباح. طب لفي لي كده وريني انت لابسه ايه. اهو نهار اسود. خشي غيري اللي انت لابساه ده وايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ امسحي اللي في وشك ده وامسحي اللي في بقك ده لحسن اقطع لك وشك. ايه صباح ما تلبسيني رجاله احسن. الله وانا ناقصه. خشي اقلعي. ماشي يا صباح هخش اركب شنب واحلق شعري. هخش اركب شنب واحلق شعري يا صباح. شعري خيبه.
كويس انك ما تاخرتش. 4 زائد 4 يساوي كم يا بودي؟ 8 يا زميل. شاطر يا بودي. مين جالها قلب ترميك حته لحمه حمراء كده في الشارع؟ الا قولي بقى، هو انت ابن مين؟ ابن مين؟ انت ابن انا؟ ابني انا وحبيبي انا وقمري انا وبموت فيك. مين؟ انا. انت مخلص؟ الله جراسم. قافل الباب مفتاح ليه؟ وايه اللي في الدولاب؟ هو عبيتكم بتخونيني. ايوه بخونك. بص يا حبيبي، انت حتى لو في الدولاب هو صكح يا بنتي. انا مش اسف، ده انت شخلان. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. يا اختي عليها يا الله، من زمان ما شفتكيش بتضحكي الضحكه الحلوه دي. فرحانه قوي قوي يا مخلص. يا ولاد قوم قوم تاني. ايه الصوت اللي جوه ده؟ ايه الصوت اللي جوه ده يا ولاد؟ ايه حاجه بتنداي؟ عايزه حاجه قوليلي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يامه. والله صوتك في البيت يخلي البيت ده كله فيه بركه. والله ايه يا ابني الصوت اللي جوه ده؟ صوت ايه؟ مفيش صوت ولا حاجه. ايه ده؟ صوت عيل صغير عمال بيعيط. انت قصدك الرنه بتاع السمر ده؟ عامله رنه كده صوت عيل بيعيط يعني. يا عيني يا بنتي، عامله رنه التليفون صوت عيل بيعيط. ربنا يديها يا رب ويبقى صوت عيل بحق وحقيقي يا رب. يا امه يا رب، ده غلبانه قوي. ده عامله حتى الرنه بتاعت الرسائل صوت عيل بيعيط، حاجه بقت تقطع القلب والله. يا عيني البنت هتتجنن يا اخويا. ربنا يسترها يا امه. طب انا هدخل اغير له واجي بسرعه. ايه؟ اغير الرنه بتاعت التليفون يعني؟ بلاش بلاش يا اخويا، تعطل التمني مش يبكي اللي يكون في الحلم. والله معاك حق يا ام. طب انا هدخل اغير والبس ترنج. ها ادعي لنا يا ام، ادعي لنا والنبي. ربنا معاكم يا اولاد، يا رب يرزقكم، يا رب يرزقهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. مالية يا عم تالتة؟ مالية يا عم تالتة؟ حد عايز مالية يا عم تالتة؟ مالية يا عم؟ خد كام ده يا حاج؟ ده ب 15 جنيه. 15 جنيه ليه يا حاج؟ ده غالي قوي. غالي؟ عايزين تتعلموا ببلاش؟ روح يالا روح يالا، كل حاجه غلت. سمعنا التعليم يا فاشل. مالية يا عمه ثالثه؟ مالية يا عمه ثالثه يا رجاله؟ مالية يا عمه ثالثه؟ حد عايز مالية يا عمه ثالثه؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ايه انت بتعمل ايه يا عم زينب؟ بتبيع ايه؟ ببيع كنافه. ببيع ما لازم اكون بعمل ايه يعني؟ ليش ايه؟ قدام المكتبه بتاعتي؟ راجل ما يهمكش، ده ربنا بيرزق الدود تحت الحجر. وانت مش مؤمن ولا ايه؟ الكلام ده لو كنا فرشين في العتب، انما دي مكتبه تعليم عالي يا اخويا. ده تعليم واطي؟ الله عالي اهو، ما تقدر تعليم عالي. هو يجدلوا خلاص يا زينهم. عايز ايه ده؟ بدل ما تقول لي خد يا زينهم شويه ملازم كده عشان تبيع وتتنزه. طب بقول لك ايه؟ لم الليله بتاعتك ديت واتكل على الله وقول يا صبحي. خايف الاكبر وقع ده علمك بقى. اول ما ابقى حوت اول واحد هتكلم. حوت ايه يا زين؟ ده شكل حوت برضو. انت راجل عقلك خف. عليه عليه في انت راجل خلاص. تعالى اقول لك. لا انا عايز اشوف بس هو قاعد بيعمل ايه. ماليه يا عمه؟ فاهمك. تفهمني ايه بس؟ تعالى بس ماليه يا عمه. تعالى تعالى بس. الراجل ده اتروش في نافوخ خلاص. عدي يا فاهم ايه اللي معاده هنا اساسا؟ فاشل بس يا معلم. مالها فاهمك. اهدى بس يا معلم، محدش هيشتري منه، الملازم غاليه. هو مين اللي مديله الشغل؟ من عندنا. الله، امال بيبوع فيها ليه؟ يا معلم اقعد بس هفهمك. ما انا قلت له ما تجيبش سيره لحد واديته الملازم غاليه. خلاص بيع يا زينو. مالية يا عمه؟ مالية يا عمه ثالثه؟ حد عايز مالية يا عمه ثالثه؟ ولا بقلق.
رئيس مخلص. تفضل يا راس مخلص. ازيك حبيبي؟ ده انا قلب عليك المنطقه. خير في حاجه؟ كنت عايز اديك دعوه ليلتي على بنت السنة. طبعا مش محتاج دعوه، بس العروسه والله اصرت ان احنا نعمل دعاوي في اي بي للناس في اي بي. الف مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا عم الريس. ده انا اعزم يا عم، ده فرح اخويا. ده العشاء يا عم مخلص. لو احتجت اي حاجه حديده قول لي ما تكسفش. حبيبي تسلم. يلا استاذنك بقى عشان نروح اظبط التظبيط. يلا الف مبروك. الله يبارك فيك يا عم. مش عايز اوزع معاك شد عوي. لا حبيبي تسلم لي، عقبال عيالك. يلا سلام عليكم. عقبال عيالك ماشي، انت عيل سيس. انت نايم يابا؟ لا طبعا صاحي اهو. طب قوم يابا، قوم معايا. قوم روح فين؟ انت عارف ايه ده؟ العيال الطلبة دي فاشلة ومش هينجح. يعني قاعد من الصبح كده ما حدش فيهم بيشتغل ملزمة واحدة. عشان غالية يابا، المكتبات كلها بيبيعها أرخص. سي يعني اللي باخدها منه ب 12 وبيعها ب 15. يابا ما في المكتبات ب 12. إيه بقى اللي خلي الطالب يسيب المكتبة ويجي لك أنت؟ طب ما أنا أخدها منهم ب 10 وبيعها ب 12. يابا لو في المكتبة ادوها لك ب 10 هيبيعوها هم كمان ب 10. دي مش شغلتك يابا. عشان تكسب لازم يبقى عندك مكتبة وطلبة بتحضر محاضرات ويلخصوا كتب وملازم. شغلانة كبيرة عليك يابا. خلاص خلاص خلاص. أنا رأيي نروح نلعب ضمنه في القهوة، أبرك وأحسن. لا يابا بلاش، النهاردة فرح عادل حديدة. يا سلام جبت التايهة من عاهل. طب يلا بقى عشان نروح نشطف. بس إيه؟ هنشطف بس أعمل حسابك بقى إيه؟ لا اللي جيبك كده عايز أنقط بقى، عايز أكبرك في الحتة كلها. افهم. إيه في إيه؟ اخلص. كده الفرح بقى فرح. اتفضلوا يا رجاله، نزل بس هنا هلا، منورين يا رجاله. عقبال اولادكم ان شاء الله. عقبال اولادكم. اتفضلوا. ها سهل. مبروك يا ابو شادي. شادي يا اخويا زي القمر. هتجيبه منين؟ ما هي بنتكم. تعيش يا حاج. بص وانا فات وانا بص كده الضحك. السلام عليكم. انا مش فاهم انت ايه اللي معادك معانا. ما تقوم لك بتقعد مع الشباب. براحة حماية تشيلني على دماغك وزعك. وشيلك ليه؟ هتصاحبني من دوري؟ اتكل على الله. اتكل على الله. طمن على العيال. جوز بنتي بس على قلبي حجر. في ناس كده بالليل. انت ما عارف مراتك معانا ليه؟ ما تخليها تقعد مع الستات. حاضر. نعيمه. نعيمه. ايه؟ قومي اقعدي مع النسوان. جرى ايه يا راجل؟ ما انا قاعده معاك. بقول لكم اقعدي مع النسوان. يلا. يلا يا بنت. دي اشكال دول يتوبوا يا اختي، هم يجوا الاول وبعدين نبقى نحميهم. يا اختي بلا جواز بلا نيله. عايزين تكرهوا الجواز هسلفكم زينهم يوم واحد بس. هتكرهوا عشيتكم مش الجواز. طب يلا نطلع نسلم على شادي. يلا شوقتني. مبروك يا شوشو. موكيل يا مين يا رب؟ هلا يا بني مطلع. والنار الليل والنار. عقبالك يا اماني. تاني
قلبي عندك. انا صحيح ما جربتش الطلاق بس عارفه وجع يا اختي. وجع ولا يحزنون، ده كان كابس على نفسه. دلاش الواد سامي كان زماني سلطان زماني. فكك بقى فكك، بس ربنا هيعوضك. وبيقولي قمر قال يا اختي نفضي بقى وشيلي من دماغك خليكي في الفرح. ليه بس؟ انا لسه شايفه كنت بترقص وفرحان ومبسوط كده. الرقص ده بتاع النسوان. ايه؟ رجال يا حبيبي يا زميلي، بقول لك ايه؟ مش عايز ضرب نار في الفرح. يا جدع انت مش شايف اليافطة ممنوع فيها ضرب النار؟ تأمن الدنيا. مش عايز ليلة الجور. عيب عليك يا جدع، اللي صاحب جدع يحافظ عليه، واللي مالوش ربنا يعوض عليه. خد دي بقى مش مكتوبة في اليافطة. طبعا كل عم هتجاه كل عليك عاد تقول عم تشوفوا مفيش طرب الليلة دي ولا ايه؟ عايزين مطلبين كده وعايزين الليلة تحيي جاي يا حبيبتي والليلة صباح. اللي قبيت المخد ده اللي بيغني عقل الشيطان. يخشي ربنا يبقى بعمل الشيطان يا رب. يا حبيبتي طب انا اروح اسلم على العريسة. يا عم اقعد. طب روح فين؟ عريس مين اللي هسلم عليه؟ هتعمل الحديد المصد ده تاريخ، المفروض يجي يسلم علينا. وفي ايه يعني لما سلم عليها مخلص؟ فيها اللي انت بتقل مننا. بتسيبه يا عم مخلص سلم عليه وتحيه وينقط كمان. الله انت هتنقط معاك؟ بتديله وتسأله ليه بتديله؟ عايز فلوس يا مخلص؟ لا يا عم عايز كلمتين وبس ونقط باسمك. عشان الفلوس ترجع. بقول لك صحي نورت راس بعروت نورت ماشي نورت. والله انا اضرب طليتين عشان لا 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 مالوش داعي مالوش داعي. والله انا اضرب طليتين. لا اصلك اصلك بص هم حاطين يافطه ان ممنوع ضرب النار. ده انا اللي كاتبها كده يا عم. فرح ده اتملى يا شيخ. اللي جاي جابني ما يتخانقش فرح بنتي. الوضع مش كله كده. لا يا عم احنا نوم احسن. عم تقول ايه؟ تقطع الصبر ما ينفعش نوم دلوقتي. ليه؟ الدنيا ظبطت خالص. هو انا مش قلت لك من الاول ما تقومش؟ قمت رحت فين بقى؟ فرحان بنفسك رايح جاي في الفرح؟ لا اصل حصل خلاف يعني كده. فين الفلوس؟ برمر لي. قوم يا ريس. خد يا ابني. اعمل لنا حسن مغادرة. تمام يا ريس. ربنا يجعله عمل بكره. تمام ده بالخير. حاسب يا عم حاسب يا عم ممنوع ضرب النار بجد مش هزار. انا ومسا وتحيه من الواجهه المشرفه لبين السرايات. المخلص 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 مخلص الرشيد صبح ويمسي على جميع الموجودين بفرح ابو عاد الحديده. يصبح ويمسي على الحاج سعد حديده على الاسطى حسين حديده على الحق. روح مراتك وعيالك على البيت. حق انا كده البكاء ان شاء الله من امبراطور الخدمات التعليميه في جامعه القاهره. شفتي الواد عادل ده حظه في البيت وقع صح. مكتبه وبنت وحيده. ما قالوا عليك كده يا اخويا لما خطبتني. ما انا فعلا وقعت. تقريبا مخشرك في وسط النسوان بتروح تقعد مع ابويا في وسط الرجاله. ابوكي زحلقني يا اختي. بقول لك ايه، انا مش لاقي نفسي معاك ولا انتي ولا ابوكي ده. ماما واجي بتمسك البيت. ده دي تاريخ دي تبلع ديناصورات مش فيران. عارف ليه سموها بين الصرايات؟ علشان كان فعلا مؤاخذه استبل الملك وقدامه لازم على طول قصر الملكة فوزية اللي هي اتبرعت بيه للجامعة ده. فاهمه؟ في الأول جرجرتك من خدك خدرتك. في الأول جرجرتك من خدك. في الأول جرجرتك من خدك خدرتك.
الفرح؟ انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ ليه مصرين تعلوني قدام الناس؟ الراجل السني سأل على بقية المسجد. ايه ده، هو عرف؟ صدق بالله ده راجل واطي شبع من بعد جوع، مش عيب يسأل على بقية المسجد ازاي؟ حسين اللي انت لابسه ايه؟ ده الشرز الجديد، ده من عمر سلمى بنت. انا حاجة مش مديك 2000 جنيه عشان تجيب بدله ليك وبدله لحسين ومأكد عليك. وانا الوقت سرقني ما لحقتش اشتريهم يعني. وبعدين احمد ربنا اللي ما اشتريتهمش وضيع الفلوس. اصحابك كانوا محتاجين بفر، اشتريت بفر. والله العظيم انا زهقت منكم. كفايه بقى. عادي ثانيه يا اخويا، ما تزعلش. اوعى يا مان، اوعى يا مان. ايه ده؟ اخوك مستعر مننا ولا ايه يا عم؟ اللي ايه حكايه ال 2000 جنيه دول يا حاج سعد؟ 2000 جنيه بس يا مروه، قصدك ال 1000 جنيه، لان سعد اخويا الكبير حبيبي هيديني 1000 وياخد هو 1000، مش كده اخويا حبيبي؟ كانت قريش تضارب باموالها في رحلتي الشتاء والصيف ما بين اليمن والشام. وعندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما خرج الى الشام ضرب باموال السيده خديجه رضي الله عنها. سعد، بهذا كان اول ظهور لاستثمار الاموال. الواد ده من عندنا هنا في الكليه. انا طبعا ضرب الصحابه ايضا. لا، ده اللي بيكتب ورا الدكتور ابو الحرف. عندما وصل الخبر لا، ده مش في الكليه عندنا. احب اجيب لك قراره؟ لا انا عارف. شوف يا سعد، تحت امرك. كانت قريش تضارب باموالها. يا معلم امين، ازاي؟ الكرسي ده فاضي؟ ايوه اتفضل اقعد. ازيك يا استاذ وليد؟ الحمد لله. يا استاذ انا في فين؟ اركب يا عم. انت فين؟ اركب يا عم. انت فين يا عم؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ امشي يلا اتصبك يلا. عايز حاجة معلم؟ السلام عليكم. تشرب سيجارة؟ يا عم ربنا يخليك ما بشربش. يا عم اشرب سيجارة. يا عم والله ما بشرب، انا بس عايز اعرف انتوا مين وجايبيني هنا ليه وبتعاملوني بالطريقه المهينه دي. ما تقلقش، حالا هتعرف كل حاجه. خلاص عرفت. انت بقى اللي بتضرب الملازم وعامل فيها شاطر. لا 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 لا. طب ليه كده؟ طيب مخلص مش كده يا راجل، هحل لك الكلام ده. اقعد واحد الله. اقعد معلم سعد. لا اله الا الله. روح يا ابني هات لي كوبايه شاي بحليب. ولا اجيب لك ايس كريم؟ ايس كريم يا عم الحاج، احنا هنحايله؟ انضربته كده ليه يالا؟ فوق. ده طالب جامعي وشكله ابن ناس مش حمل بهدله. يا بس انا بصراحه مش فاهم اي حاجه. افهمك انا حبيبي، عايز تفهم انا اهدى اهدى مخلص واحد الله وصلي على النبي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا هفهمك. روح يا ابني هات الكوريك من العربيه. ماشي. طب ولزمه ايه الكوريك؟ طيب يعني اصبر بس. اصبر بس الاول، مش عايزك تزعل مننا عشان احنا بنتكلم كده القلوب تبقى صافيه. يعني يا بس يعني الضرب والمهانه يعني ضرب ايه؟ ده زي اخوك الكبير. لا طب انا عايز اروح يعني. شوف يا سيدي، احنا شغلنا في الورق والتصوير، وما ينفعش حد يجي يدوس على لقمة عيشنا ويعصها تراب، صح؟ ايوه ايوه انا كده فهمت. مش بقول لك عيل جامعي ودماغه مفتحة؟ انت مين اللي مشغلك يا كابتن؟ لا يعني مين يالا؟ ست صباح اللي مشغلاني اقسم بالله. ست صباح؟ انا افتكرتك يا اسمك وليد صح؟ ايوه وجيت لك قبل كده عشان اصور ورق عند حضرتك، وكانت ست صباح بعتاني. صح. على فكره مخلص الواد ده شاطر ومجتهد، والمفروض يبقى مندوب المنطقه دي كلها. طبعا، ما هو من طرف الحبايب. وست صباح بتديك كام يا حبيبي؟ 30 جنيه. انت كداب يالا. بس هنثبت ال 30.
من بكرة الصبح تحضر المحاضرات بتاعتنا. أنا من دورك كنت بحضر من الصبح للمسا باكل الورق ده أكل. مخلص من الواجب برضو إن احنا نديله تعويض عن البهدلة اللي حصلت له في الليلة الحلوة دي. ما ترتاح يا عم سالم، ده قلق. ماشي يا عمنا، طالع مني 100 وأنا كمان 100. خلاص يا عم ما تخافش، ده انت غالي القلم ب100 جنيه. مبروك عليك الشغل. بعتبر اخوك الكبير. اذا كنت انا بعتبر اخويا الكبير. مش داعي الاحرام ده. مبروك علينا الوليد. يلا روح. ايوه معلم سالم. يا هلا وسهلا. اتفضل يا معلم. هات الواد المخلص بسرعه. واد مين؟ الواد اللي عندك جوه الدنيا مقلوبه عليه تحت. الكلام اللي انت بتقوله ده، انت بتتكلم على ايه؟ يا مخلص الواد اللي انت لقيته هنا، ما انا اللي حطيته لك. مشتاق ليها ايامنا مش هي، وفرحانين بيها وارسين سنين سودا وبلدنا موعودة بالفرحة والعودة لاجمل لياليها. يا فرحة منسية ومشتاق ليها ايامنا مش هي، وفرحانين مشتاقين